ولمزيد من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا مباشرة من أمام معبر رفح مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، جهود مصرية حثيثة تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخال المساعدات، ما هي الصورة لديك في هذه الأثناء خاصة بعد انعقاد قمة القاهرة للسلام بالأمس ودخول أول فوج من الشاحنات إلى قطاع غزة؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين الرفح وتحديدا من أمام البوابة المصرية على مدار اليومين السابقين. السيارات والحافلات التي دخلت بالفعل كفوج أول كمساعدات إنسانية للأشقاء في فلسطين، هذه المساعدات دخلت عن طريق الهلال الأحمر المصري ليتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني. كانت كان هناك 20 شاحنة دخلوا بالفعل مقسمين إلى 13 شاحنة من المستلزمات الطبية والأدوية وخمس شاحنات للأغذية وشاحنتان فقط للمياه. حسب أيضا تصريحات منظمة الصحة العالمية فإن ما دخل إلى قطاع غزة لا يمثل إلا 3% فقط من احتياجات القطاع على الأراضي الفلسطينية نظرا للهجوم العنيف وغير المسبوق من قوات الاحتلال على المستشفيات داخل قطاع غزة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هنا المرابطون من أمام معبر رفح من سائقي النقل و التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والهلال الاحمر المصري، يعني كان هناك بالطبع بطيس من الامل كبير بعد حاله من الاحباط كانت قد سادت بين الجالسين هنا او المرابطين هنا من امام ميناء رفح البري على امل دخول المساعدات، ولكن بطيس الامل كان بدخول ال 20 شاحنه. اليوم كان هناك بطيس اخر ربما يعني كمسانده ايضا ربما تعد بسيطه مقارنه بما يحتاجه قطاع غزه. دخلت بالفعل عده شاحنات منذ قليل عبر بوابه ولكنها لم تدخل للقطاع بعد، ستدخل الان، دخلت بالفعل ليتم تفتيشها وفحصها جيدا قبل الدخول لقطاع غزه. وبالفعل دخل اكثر من 15 شاحنه حتى الان ليتم فحصها قبل الدخول وليتم تحديد ماهية داخل هذه الشاحنات إذا كانت طعام أم مياه أم مستلزمات طبية كما رصدت من قبل. يتم تحديد الأعداد تماما ما هي إذا كانت كما ذكرت مستلزمات طبية أو أدوية أو ما إلى ذلك. دخلوا بالفعل منذ دقائق يعني إلى البوابة ليتم الفحص والتطبيق قبل الدخول لقطاع غزة. كريم، الفرحة يعني الفرحة كانت عارمة بالأمس وكانت ظاهرة على وجوه سائقي الشاحنات وعلى المرابطون أمام المعبر وعلى قوافل الإغاثة وأيضا من أعضاء التحالف الوطني المتواجدون أمام المعبر. هذه الصورة ما زالت تعكس رؤية الجانب المصري بصورة حقيقية للتعبير عن التضامن الكامل مع الأشقاء في فلسطين. هذه الروح كيف تصفها لنا كريم؟ في حقيقة الأمر يعني هذه الروح غير مسبوقة، يعني تضامن على مدار التاريخ، ولكن هذه المرة ربما أعادت هذه الفترة من العدوان من الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال على الأشقاء الفلسطينيين القضية مرة أخرى إلى نفوس الشباب والشعب المصري لتعود مرة أخرى لتصبح لها أولوية ولكنها لم تنسى من قبل. وهذا ما ظهر في هذه يعني ربما المظاهرات الحاشدة التي رصدناها يوم الجمعة السابقة واستمرت أيضا بعد ذلك، والتأييد لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بعدم التنازل عن القضية الفلسطينية وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية للحفاظ أيضا على الأراضي المصرية. ربما يعني مصطفى رصدنا يعني حماس كبير جدا جدا من المتطوعين ومن الشعب المصري في محاولة كبيرة لحتى الدخول بأنفسهم داخل هذه البوابات مع مرور المساعدات ليساندوا الأشقاء في فلسطين. كانت هناك شعارات لم تتوقف عن التضحية بالروح والدم من أجل الأشقاء الفلسطينيين. كانت هناك هذه الشعارات من تحيا مصر وتحيا فلسطين، كانت هناك هذه الشعارات الكبيرة من التضامن والتنديد وأيضا الشعارات للتضحية بالأنفس وأن القضية قضية واحدة.
كبيره كانت متواجده بالفعل، ولكنها بالطبع الحزن الاكبر مع الاشقاء الفلسطينيين. هذا ما غطى على هذه الفرحه، ولكن كما ذكرت لكم هو كان بسيط من الامل الذي شجع ايضا المصريين على الاستمرار في الضغط الشعبي المصري والضغط السيادي الحكومي من الدوله المصريه على جميع الجهات المختلفه لايصال هذه المساعدات الانسانيه للاشقاء فلسطين. لذلك لا يمكن وصف هذه الصوره بالكلمات في حقيقه الامر، لكن الروح كانت تتحدث، المشاعر كانت تتحدث، الشعارات كانت تتحدث، وللافعال كان لها نتيجه بالفعل على ارض الواقع من امام المعبر. من تظاهرات داخل مدينه العريش ومدن اخرى ايضا داخل محافظات اخرى داخل جمهوريه مصر العربيه. بالطبع يا كريم، سنتابع معك على مدار اللحظات والساعات القادمه ما يدور امام معبر رفح الدولي، خاصه بعد الدور المصري الكبير بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في ادخال المساعدات وفي عقد قمه للسلام في القاهره، وما يقدمه وما يقدم عليه الجانب المصري من اجل هذه القضيه. كل الشكر والتقدير لك زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس من امام معبر رفح.